مو هيك بيصلحوه. هات لشوف. شو دخلك انت؟ شش خلاص يا ولد هاته، لا تكون خايف اخذ لك يا. هات لشوف. خون اول شي لازم نعمله انه نحن نحميه منيح من البرد. مسك لشوف. لو في نايلون منحط الكرتون تحته بيصير امتن، بس رح ندبر حالنا بهي مو مشكلة. خود جربوا. من حظكم اني مريت لعلمكم شغلة جديدة، لا تخلوا الشتا يوقفكم. خود هدول لانه بتحتاجوهم. يسلموا يسلموا. تعو أخي قل لي في شي. تعال عندي. هالمستودع ما كان هون، مين صاحبه؟ واحد كتير غني وبيقولوا كان شرطي من زمان، هو اللي اشترى المكان وعمله مستودع. شكرا يا بطل، كمل طريقك. مع السلامة. يلا تعو امشوا. ألف واحد يكون هرب على الإنشاءات بسرعة. خلينا نلحقه. خليكم خليكم، هالكلب هرب. تعرف وقفنا كارثة كبيرة بفضلك أخي، كيف بدنا نكافيك؟ لا ما عملت إلا واجبي، أصلاً منشتغل عند الزلمة نفسه. مين اللي أنقذه قلت لي؟ حلو طلع عندك باب رزق. ليش هالحركات بنزين وحرق بنص الليل؟ مين هو اللي بعتك لتحرقه؟ ما حدا. امك عندها علم بعملتك مبارح؟ لا تنسى أنك بتكون ابن شرطي.
بلا ما يقولوا بعدين. ابن مريم والمرحوم يوسف دخل حاله بأعمال وسخة، مو بس هيك وطلع فاشل بحياته، وعنده أخت وحيدة. حرام عليك، يلي بيدمر الإنسان خوفه على أخواته. جمال، جمال، وين بلاقي له هذا جمال؟ عنده محل اسمه تارا. طالما عندك نقطة ضعف لهالدرجة أمك وأختك، لشو لتفوت بهيك مشاكل؟ كل واحد منا عنده ظروفه بهالحياة، وفيك تقول ما قدرت أهرب من هي الظروف. يلا بخاطرك. صباح الخير. صباح الخير. ما تغيرت فرحة الصبح عندك، لساتك مثل ما كنتي كل يوم. ايه كنت هيك ولساتني هيك، يعني الطفلة صغيرة. شو؟ لتكون صرت مثل هدول الشباب الغلاظ؟ يعني شو بدكم بهذا الطفل يلي جواتكم؟ تركوه بحاله. الطفل اللي جواتنا ما سيطرنا عليه، كبر بسرعة. ديلا خانم. ديلا خانم، صح. شكرا على البيت، انا عم دور على مكان انتقل عليه. لا شو هالحكي، فيك تضل فيه قد ما بدك. يسلموا. شو اكل ضربه على وجهك؟ بس مو مأسرة. يعني هلا عرفنا شو سبب خناقتكم ليله امبارح على العشاء. ديلا ما انا غلطانه باللي ساوته، يعني لازم تفتخر ببنتك لانها بتفهم منيح بهالامور. خلص بشوفك المساء. صباح الخير بابا. انا صباح ماشي. باي باي يا روحي. شو ليش جيت لهون؟ صحيح، كنا بدنا نحكي بالشغل وهيك. يلا تعال معي. ايه من وين نبلش؟ افتح لي الباب. يلا بالليل. شو كنت عم تعمل هنيك؟ طلعت حتى شم هوا وتمشيت بالحارة. مثل ما بتعرف طفولتي كانت هنيك. كنت عم تمشى بالحارة وبعدين شفت المستودع عم يحترق،
وبعدها رحت انقذت البضاعة تبعكم. ليك سيد رفعت، لما طلبت منك الشغل ما طلبت شغل براتب أو تأمينات ومكافأة بآخر السنة، وانت بتعرف هالشي. ما عندي شي خاف منه، وأكبر مثال ليلة مبارح. ما بيهمني إذا رح تتوسخ إيدي أو ينكسر راسي أو ينشال قلبي، ما في شي بيخوفني. تعرف الطريق اللي رح تفتح لي مو؟ لما بتلاقيني عم أغلط أبقى شغلني شغل زبالة. شغل الشوفير زبالة برأيك؟ استغفر الله، مو هيك طبعا. لا بس استغل قدراتي، معلش هدول شغالين. ماشي موافق، بس بشرط واحد. موافق. شو ما بدك تسمع الشرط بالأول؟ موافق. ديلا ممنوع تقرب منها بحياتك، مع انه ما انا بهالسهولة. موافق. سيد رفعت شو عمل هلأ؟ ولا شي، بترجع المساء وبتاخدني من هون. انت حر من هلأ للمساء، خلي معك السيارة. ساعة وطالع، ما في داعي انك تصفى بعيد. ماشي استاذ. كيفك اخي؟ اهلين. عندي اجتماع مع السيد جمال بس ما حددنا موعد. السيد جمال بالحمام، مكتبه هنيك، فيك تستنى. يعطيك العافية يسلم. أهلي. أنت السيد جمال؟ إيه أنا. شو في؟ شو بدك مني؟ شو بدك تعمل؟ بدك تشوف برجك؟ فوت لجوا. لك فوت لجوا. بتضل هادي وإلا بخلص عليك. شو بدك مني؟ الاسم مو أكتر، المستودع اللي انحرق، مين ورا هالشي؟ ما بعرف. وهيك تذكرت ولا لا؟ ما بعرف شي والله. ماشي، بما أنك حلفت أكيد ما بتعرف، بس هلأ رح تغير رأيك. الرئتين هيك رح يتعبوا مي، بتعرف مو؟ إذا ماي حلوة أكيد رح ينفجروا، وإذا ما الحب يصير تقيحات. وأنا ما بعرف بصراحة شو هاي المي. هات لنشوف تذكرت أو لا. مين ورا حري امبارح؟ ما بعرف. مو ناوي تحكي لك أنا؟ ما بعرف مين حط الأمر، قالوا لي دبر حدا يحرقه بس. مين؟ يلا تفضل عازمتك على الغداء. بعرف انه
ما عندك شغل للمسألة، معلوماتي من مصادر موثوقة. يلا تعال تخجلني. يلا راحت علينا الفاصولية. تعال رح أعزمك على أكلة بتحبها. عشو عزمتيني؟ شغلات بالحبار وشغلات بالسالمون وشغلات بالبردان. ما حذرت ولا واحدة منهم. هلأ نحن ليش ما أجينا بالسيارة لهون؟ ما فهمت. بالنهاية ما أنا سيارتي. بس أنا عندي سيارتي الخاصة. خلينا نشم الهواء ليكي ما أحلاه. يعني اللي ما بفهمه بتدفعوا ما فوقكم وتحتكم بس لتسجلوا بنوادي رياضية، وانتو بتضلوا طالعين من سيارة لسيارة، معقول هيك؟ أنا مالي من هالنوع أبداً، لهيك ما بيحق لك تهاجمني بنوب. بعدين أنت بتعرفني. لا بصراحة ما بعرفك، ما بتذكرك منيح. قديش كنا غريبين من زمان. يمكن ما بتتذكر أنت، بس نحنا ما كنا نفترق. كنا كل مرة نكذب ونطلع بحيلة جديدة لننام عن بعضنا. برأيي بكفي بقى، علقتي بقصص الماضي. كان في مثل بيقول الماضي إلو ماضي والمستقبل كمان إلو مستقبل. حلو أو لا بالنهاية بده يمضى. لا تحبسي حالك بالماضي. بست. بدك تأكل؟ أنا مو فارقة معي بس مشانك. ليلي أنت بترضي تأكلي من البسطة؟ هو لا، بس إذا أنت فيك تأكل أنا باكل. إيه ماشي. لحظة شوي وقف، أنا بدي أطلب. لا أنا خبير بهالأمور أكتر. مرحبا معلم. أهلا وسهلا. أهلا فيك، يعطيك العافية. عمل لي سندويشتين. تكرم عينك. في عندك عيران؟ طبعا في. اعطينا كاستين. تكرم عينك استاذ، تفضل. تفضل. يسلموا. هذا هو اخي. مو مبين وشو. ولا هون مبين كمان. طيب قدرت تعرف هو بشو اجا؟ اجا بسيارة خاصة، اخذنا رقمها، وهلا عم نشوف لمين هي. حكى اي شيء؟ الافندي راح اعطاه اسمي، بس عادي ما بيعرف اي شيء تاني. أكيد رح يجي لعندي مرة تانية، وأنا ما بحكي شيء لو على قطع رقبتي. دخلوا لي إياه من تحت الأرض لهالواطي. غراب؟ أنت مني؟ قصدي ما بعرف. وقت كتير مضى وكتير شغلات تغيرت، ويمكن ما تغير شي، شو بيعرفني؟ بس
خطر على بالي سؤال، يعني بالوقت يلي عندك كل هاي الإمكانيات ليش بابا؟ استنى رح أزبط السؤال. يعني أنت لوين بدك توصلي بالنهاية؟ خلصي ساندويشتك رح تبرد. بصراحة قلقانة، دايماً كنت قلقانة عليك، بس هلأ أكتر من قبل. اسمعي شو رح قلك، لا تقلقي، لا تاكلي همي، حكيت مع أبوكي وخلاص نحن اتفقنا، ما تاكلي همي أبداً. أنا بفهمك، مو أني ما بفهمك، لما شفتيني بعد كل هالسنين يعني تمنيتي تلفيني بقطن وتخبيني، بس صعبة، أساساً جسمي بيتحسس من القطن. شو صار معك؟ شو عشت؟ احكي لي ولو شوي، بترجاك، حابة أعرف من كل قلبي. خود بقى شوف هالنظرات. ليكي بتعرفي شو لازم تعملي؟ روحي على المأوى، بتلاقي كتير حيوانات هنيك، شو بيعرفني؟ حطيلهم صحن أكل لحمسي عليهم لعبيهم، هيك بتفيديهم وبفيدوكي، لأنه هديك المخلوقات الضعيفة بحاجة عطفك وحنانك هلأ، أما أنا مو بحاجته. نوم. وصلتك الفكرة مو؟ يلا بخاطرك. ما بتعرف إنه يلي بيستغني عن مشاعره صعب يفرق. أنت هيك عم تخلط الحب والرحمة مع بعضهم. لا تكوني بتحبيني. هالشي خليته يكون مستحيل. إيه بيكون أحسن. كيفك محمود؟ بدي اياك تجيب لي معلومات عن موكل موجود عندي ضروري، اشرف الغراب. يسلمك.